بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين، وبعد. معكم دكتورة نعمة زكريا. هنستأنف النهاردة كلامنا عن التريماتود. أخدنا المرة اللي فاتت Introduction to Trematode. النهاردة هنبدأ بأول نوع من التريماتود، وهو التريماتود اللي بيعيش في الانتستين، في الأمعاء للإنسان. احنا المرة اللي فاتت طبعا قلنا ان التريماتود مقسمة، في بيعيش في الانتستين، في بيعيش في الليفر الكبد، في بيعيش في الجهاز التنفسي. فهنبدأ النهاردة الدودة اللي بتعيش في الانتستين بتاع الانسان، فهي هيتروفس تروفس. دي اصغر بارازايت في التريماتود، اصغر تريماتود هو الهيتروفس تروفس، والمرض اللي بتسببه من اسمها اسمه هيتروفيزيس. تمام كده؟ يبقى دي بتيجي ام سي كيو، اصغر تريماتود هي الهيتروفس تروفس. ندخل بقى على التوزيع الجغرافي بتاع الهيتروفس تروفس. يعني الهيتروفس تروفس دي بتيجي منين؟ بتيجي منين؟ بتعيش فين الهيتروفس تروفس؟ اول حاجة تشاينا، الصين. اتنين ايجيبت. تلاتة الهند. اربعة اليابان. خمسة كوريا. ستة السودان. اللي يهمنا ان هي في ايجيبت، في بحيرة المنزلة. تمام؟ ندخل بقى على المورفولوجي. المورفولوجي اللي هو شكلها عامل ازاي، تركيبها ازاي، شكل الهيتروفس تروفس ده عامل ازاي. اولا طولها 1 لـ 1.7 ملي، دي الادلت وورم. تاني حاجة شكلها عامل ازاي من بره، شكلها عامل زي الكمثرى، يبقى هي بير تشيب وجراي، يعني رمادية. تالت حاجة ان هي لها 3 suckers، يعني هي مع انها صغيرة، هيتروفس وتروفس دي اصغر تريماتود، اصغر تريماتودة، الا ان هي لها مميزات ربنا منحها حاجات كتير، منها ان هي لها 3 suckers، اورال فينترال جينيتال سكر. قلنا السكرز في الانترودكشن، هقولها تاني، اللي هي ممصات. الممصات دي اهميتها ايه؟ ان هي بتروح تلزق في جدار الانتستين، وبالتالي تقدر تدخل الانتستين وتعمل تكاثر هناك. بعد كده الهابيتات بتاعتها، طبعا احنا عارفين الهابيتات في السمول انتست، الامعاء الدقيقة. فين بقى في الامعاء الدقيقة؟ بين الفيلاي في الميوكوزا. تمام. الديفينيتيف هوست يعني العائل الاساسي، الانسان يعني العائل الاساسي اللي هو اللي هي بتروح تعمل انفكشن لمين؟ للانسان. ده حاجة. ريزرفوار هوست، اللي مش فاهم حكاية الديفينيتيف والريزرفوار والحاجات دي، احنا شرحينها في الانترودكشن خالص، انترودكشن تو باراسيتولوجي، شرحناها بشيء مفصل. فنكمل. ريزرفوار هوست اللي هو الانيمالز اللي بتاكل الفيش، زي الكاتس الدوكس. intermediate host العائل الوسيط، في عائل الفيرست انترميديت وفي سكند انترميديت. فيرست انترميديت احنا عارفين اللي هو السنيل، ايه السنيل ده؟ اللي هو القوقع. اسمه ايه بقى في الهيتروفس؟ اسمه بايرينيلا كونيكا. اسمه ايه؟ بايرينيلا كونيكا.
طيب ايه السكند انترميديت هوست؟ البلطي والبوري اللي في بحيرة المنزلة. الانفكتيف ستيج، قلنا الانفكتيف ستيج في كل التريماتود، قلنا دي في حلقة الانترودكشن المرة اللي فاتت. الانفكتيف ستيج في كل التريماتود ايه؟ ميتا سيركري، انسيستد ميتا سيركري، دي بتيجي ام سي كيو مهمة جدا. يبقى الانفكتيف ستيج انسيستد ميتا سيركري في كل التريماتود ما عدا مين؟ ما عدا البلهارسيا، ما عدا الشيستوزوما. الشيستوزوما دي بتكون سيركريا مش ميتا سيركري. فالانفكتيف ستيج هنا انسيستد ميتا سيركريا في المصل. يعني ايه المصل؟ المصل بتاع الفيش، عضلة السمك، يعني الفصوص بتاعة السمك بتكون فيها الميتا سيركري. هنشرح طبعا الوقت اللايف سايكل وهنفهم كل حاجة. يبقى الانفكتيف ستيج الميتا سيركريا اللي في الفيش الغير مطبوخ كويس او ني اصلا، فهيبقى فيه الميتا سيركريا وبالتالي هيجيلك انفكشن. عشان كده طبعا لازم يكون السمك مطهي كويس وما يكونش ني. بعد كده الدايجنوستيك ستيج. يعني ايه دايجنوستيك ستيج؟ دايجنوستيك من اسمها جاي من دايجنوزيس. دايجنوزيس يعني التشخيص، يعني الطور التشخيصي. يعني ايه الطور التشخيصي؟ يعني انا اعرف ان العيان ده عنده هيتروفس. هيتروفس منين؟ سهلة، من الاج بتاعتها. من الاج ده نجيبها منين؟ ان اما العيان اللي بيبقى عنده هيتروفس هيتروفس يعمل ستول، هنحلل الستول ده، نحلل البراز، نطلب تحليل براز. في المعمل بقى بيشوفوا الاج، ويشوفوا بقى الاج المواصفات اللي احنا كنا قايلينها ان هي بتكون جراي، ان هي كمثرى الشكل، فيلقوا المواصفات دي فيعرف ان هي هتروفز هتروفز. دي مهمة جدا. ايه الدياجنوستيك ستيج؟ ماتيور اج. دي بتيجي ام سي كيو. ايه الدياجنوستيك ستيج؟ ماتيور اج. ندخل بقى على اللايف سايكل. ايه اللي بيحصل عشان اتعدى بالهتروفس هتروفس؟ اول حاجة الادلت اللي هي الدودة التريماتود دي اللي هتروفس هتروفس دي بتعيش فين؟ في الميوكوزة بتاعت الانتستين في الانسان. طيب احنا قلنا طبعا هي بتكون في الهابيتات، يعني في الانتستين بيحصل تكاثر وبينتج اجز. الاج دي هتروح للستول. الاج اللي اتكونت في الانتستين دي هتتحرك وتروح في الستول. الاج بقى دي السنيل هياخدها. طب هنقول الله اللي ودى الستول للسنيل ده، الستول ده اللي هو البراز والسنيل اللي هو القوقع اللي وداه الميه. ما الانسان ده تبرز فين؟ في مش في الحمام، تبرز في الميه. فالقوقع اخد الستول، والستول بيبقى فيه الاج، فالاج راحت للسنيل والسنيل اخد. السنيل دي مين؟ اللي هو الفيرست انترميديت. فهمنا اللي سميناه انترميديت؟ عائل وسيط. يعني الانسان ده راح تبرز في المية اي مكان، راس البر اي مكان يعني. فالستول طلع منه الاج، امبريونيتد اج. الاج راحت للسنيل. الاج طبعا بتفقس، فالاج هتفقس هتتحول لايه؟ الاج بيبقى جواه كتكوت. ايه بقى الكتكوت اللي جوه الاج؟ الميراسيديم. هو ده الكتكوت. الميراسيديم هيتحول ليه؟ سبوروسيست. قلنا المره اللي فاتت في حلقه الانترودكشن ايه السبوروسيست، بس هقولها تاني. ميراسيديم اللي هو الكتكوت ده هيكبر ويبقى سبوروسيست. سيست يعني كيس، يعني هيتحوط بكيس فيبقى اسمه سبوروسيست. السيست الكيس ده هيفرقع، فما يفرقع هيبقى اسمه ريديا. الريديا دي بيبقى لها ديل،
فالديل هيتقطع هيبقى اسمه سيركاريا. بس كل ده جوه مين؟ السنيل. هقول تاني الحته دي، الانسان راح، الانسان اصلا اللي تورث في الميه في راس البر في اي حته بيكون اصلا عنده تروفس، عنده تروفس جوه الدوده، فتبرز فالاج خرجت، فالاج قعدت تسبح، او السنيل جالها، واخدها، ففقست جوه السنيل داخله، داخل القوقع نفسه، تحولت من ميراسيديم لسبوروسيست، من سبوروسيست الريديا، ومن الريديا لسيركاريا، كل ده جوه السنيل. كمل بقى اللايف سايكل، وقفنا ان السنيل حول الميراسيديم لسبوروسيست، والسبوروسيست الريديا، وعن سيركاريا. السيركاريا دي هتتحرر، هتقول اعطيني حريتي اطلق يدي، هتتحرر من السنيل. وبعدين تتحرر من السنيل هتروح فين دي؟ هتروح تخترق، ويحصل لها انسيستيشن. يعني ايه؟ يعني تتكيس. السيركاريا هتتكيس، تمام كده؟ اما تتكيس تروح في السمك اللي في البراكش ووتر، في الفريش ووتر، يعني مية العذبة. يعني البراكش ووتر ديت اللي هي بتكون في بحيرة المنزلة اللي هنا، تمام كده؟ يبقى قلت ايه الحتة دي؟ اما السيركاريا طلعت من السنيل اللي هو الفريست انترميديت، راحت اخترقت مين؟ اخترقت بقى من سبيشيز، يعني فصائل كتير بقى من السمك اللي في بحيرة المنزلة. طيب اما تروح للسمك يحصل ايه؟ سهلة جدا. هيقوم احنا الانسان نتصبه ازاي؟ احنا هنجيب السمك من بحيرة المنزلة، ما احناش هنسويه كويس او ايا مكان، او مثلا ني او كده، فهيكون في ميتا سيركاريا. مش هو تكيس، السيركاريا دي تكيست، اما تكيست هيطلق عليها اسم جديد، هيتحول من سيركاريا لميتا سيركاريا. الميتا سيركاريا ديت في الفيش، فما احنا نيجي ناكل الفيش، احنا كده اكلنا ايه بقى في الفيش؟ ميتا سيركاريا. فيحصل ان الميتا سيركاريا بقى هتعبر، تدخل تعبر بقى السمول انتستين، تدخل في الامعاء الدقيقة، وتتحول بقى الادلت، وبعدين بقى تروح في الستول. امتى؟ بعد 5 ويكس، بعد الانفكشن دي، بعد من 2 لـ5 ويكس. هنشرح بقى اللايف سايكل من على الصورة اللي قدامنا دي، هشرحها كمان مرة. اول حاجة، واحد، الإج دي جت في الفيسس، في البراز بتاع الإنسان، راح المية، راح مثلا للسباحة مثلا، فتبرز في المية، فطلع إيه بقى؟ بس مش بتطلع على طول طبعا، بتاخد مدة، ويكس دايز، بتاخد مدة يعني. فالإمبريونيتد إج بيبقى جواه كتكوت، الإج بيبقى جواه كتكوت اللي هو مين؟ اللي هو الميراسيديم. طلع الميراسيديم فراح للسنيل اللي هو القوقع. اما راح للسنيل، السنيل بقى، طب راح فين في السنيل؟ في الانتستين بتاعت السنيل برضو. ما السنيل ليه انتستين؟ هو السنيل دي قوقع، بس ما في جوه القوقع كائن بيعيش جوه، تمام؟ فراح في الانتستين بتاع السنيل برضو، منشن على الانتستين، فراح في الانتستين. فحصل ايه؟ حصل ان الميراسيديم تحول من ميراسيديم لسبوروسيست، ثم ريديا، ثم سيركاريا، كل ده جوه السنين. بعد كده السيركاريا تحررت، اطلق يدي، سابها السنين، فتحررت السيركاريا. السيركاريا بقى هتروح للفيش، هتخترق الفصوص، اللحم بتاع الفيش،
اللي هو خاصة مين البلطي والبوري. فحصل ان السكرية ديت تغلفت بسيست بكيس، فتحولت من سكرية لميتا سكرية. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده الميتا سكرية ديت بقى هتحصل ايه؟ هيحصل ان الميتا سكرية بتبقى في الفيش، فالانسان هياكل الفيش ايه غير مطهية كويس، فتروح بقى للانتستين بقى، فالدودة دي هتروح فين؟ في الانتستين بتاعت الانسان، وبعدين تتكرر بقى الدورة، تتكرر تاني ان هو مثلا الانسان ده يروح مثلا السباحة فيتبرز وتحصل الكرة كلها. نسينا حاجة كمان، ان الميتاسيركاريا ماهوش لازم تعدي الانسان بس، ممكن تعدي القطط والكلاب. تمام، والقطط والكلاب ممكن مثلا الكلب مثلا راح في المية ف عمل تبرز يعني فيها وكده، فهتحصل نفس الدورة. تمام، عايز اسأل بقى هنا سؤال مهم جدا، واللي يجاوب عليه يكون شاطر جدا. الفيش الطور المعدي ليها مين؟ السركارية مش الميتا سركارية. نفتكرها ازاي؟ ما انا قلت لك احنا لو فاهمين مش حافظين هنعرف نجاوب. ان الطور المعدي بتاع السنيل، مين اللي راح للسنيل؟ الميراسيديم، وبعدين خرج منها سركاري. يبقى السركارية ديت اما قالت اطلق يدي يا سنيل، حررني يا سنيل، حررني يا قوقع، راحت لمين؟ للفيش. فاللي راح للفيش كان مين؟ سركارية. فالسركارية خرجت من الفيش ميتا سركارية، يبقى الطور المعدي للفيش سركارية، الطور المعدي للإنسان ميتا سركارية. نفتكر الدورة ونفتكر الرسمة كويس. تمام، يا رب تكونوا فهمت اللايف سايكل كويس. طيب سؤال تاني، الانفكتيف ستيج بقى بتاع الانسان مين؟ ميتا سركاري، احنا متفقين. طيب الدايجنوستيك ستيج، يعني احنا اما نعمل دايجنوزيس، نقول للراجل العيان ده جاي عند الدكتور ويشتكي بطني ما اعرفش ايه يا دكتور ما اعرفش ايه، هيقول له ايه؟ هيقول له اعمل تحليل ايه؟ ميه؟ لا، تحليل براز، ولا يطلب تحليل بول ولا تحليل دم خالص، لان الاج دي في الانتستين، يبقى اكيد تحليل براز. تمام كده، هنشرح بقى اللايف سايكل من على الصوره اللي قدامنا دي، اشرحها كمان مره. اول حاجه، واحد، الاج دي جت في الفيسس في البراز بتاع الانسان، راح الميه، راح مثلا للسباحه مثلا، ف تبرز في الميه، فطلع ايه بقى؟ بس مش بتطلع على طول طبعا، بتاخد مده، ويكس دايز، بتاخد مده يعني. ف الامبريونيتد ايج بيبقى جواه كتكوت، الايج بيبقى جواه كتكوت اللي هو مين؟ اللي هو الميراسيديوم. طلع الميراسيديوم فراح للسنيل اللي هو القوقع، اما راح للسنيل، السنيل بقى طب راح فين في السنيل؟ في الانتستين بتاعت السنيل برضو، ما السنيل ليه انتستين؟ هو السنيل دي قوقع بس، ما في جوه القوقع كائن بيعيش جوه. تمام، فراح في الانتستين بتاع السنيل برضو، منشن على الانتستين، فراح في الانتستين، فحصل ايه؟ حصل ان الميراسيديم تحول من ميراسيديم لسبوروسيست ثم ريديا ثم سيركاريا، كل ده جوه السنيل. بعد كده السركاريا تحررت، اطلق يدي، سابها السنيل، فتحررت السركاريا. السركاريا بقى هتروح للفيش، هتخترق الفصوص، اللحم بتاع الفش اللي هو خاصة مين؟ البلطي والبوري. فحصل ان السركارية ديت تغلفت بسيست بكيس، فتحولت من سركارية لميتا سركارية. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده الميتا سركارية ديت بقى هتحصل ايه؟ هيحصل ان الميتا سركارية بتبقى في الفيش، فالانسان هياكل الفيش ايه غير مطهية كويس، فتروح بقى للانتستين بقى،
فالدودة دي هتروح فين؟ في الانتستين بتاعت الإنسان، وبعدين تتكرر بقى الدورة، تتكرر تاني، ان هو مثلا الإنسان ده يروح مثلا السباحة فيتبرز وتحصل الكرة كلها. نسينا حاجة كمان، ان الميتسركاريا ماهوش لازم تعدي الإنسان بس، ممكن تعدي القطط والكلاب، تمام؟ والقطط والكلاب ممكن مثلا الكلب مثلا راح في المية ف عمل تبرز يعني فيها وكده، فهتحصل نفس الدورة، تمام. عايز أسأل بقى هنا سؤال مهم جدا، واللي يجاوب عليه يكون شاطر جدا. الفيش الطور المعدي ليها مين؟ السيركاريا مش الميتسيركاريا. نفتكرها ازاي؟ ما انا قلت لك احنا لو فاهمين مش حافظين هنعرف نجاوب. ان الطور المعدي بتاع السنيل، مين اللي راح للسنيل؟ الميراسيديم، وبعدين خرج منها سركاري. يبقى السركاريا ديت اما قالت اطلق يدي يا سنيل، حررني يا سنيل، حررني يا قوقع، راحت لمين؟ للفش. فاللي راح للفش كان مين؟ سركاريا. فالسركاريا خرجت من الفش ميتا سركاريا. يبقى الطور المعدي للفش سركاريا، الطور المعدي للانسان ميتا سركاريا. نفتكر الدورة ونفتكر الرسمة كويس، تمام. يا رب تكونوا فهمتوا اللايف سايكل كويس. طيب سؤال تاني، الانفكتيف ستيج بقى بتاع الانسان مين؟ ميتاسيركاريا، احنا متفقين. طيب الدايجنوستيك ستيج، يعني احنا اما نعمل دايجنوزيس، نقول للراجل العيان ده جاي عند الدكتور ويشتكي بطني معرفش ايه يا دكتور معرفش ايه، هيقول له ايه؟ هيقول له اعمل تحليل ايه؟ ميه؟ لا، تحليل براز، ولا يطلب تحليل بول ولا تحليل دم خالص، لان الاج دي في الانتستين، يبقى اكيد تحليل براز، تمام كده. من خالص ندخل بقى على الكلينيكال بيكتشر والباثولوجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاعراض ايه؟ الانسان اللي بيجيله هيتروفس وتروفس انفكشن، ده اللي اكل بوري وبولتي مش مطبوخين كويس او فالانسان ده هيشتكي من ايه؟ هو ده ما اللي هتكلم فيه دلوقتي. ممكن تكون العدوى خفيفة، لايت دي يعني خفيفة، عدوى خفيفة، يبقى ما يكونش فيه اعراض، يعني تبقى يعني ما يكونش فيه اعراض خالص. اسيمبتوماتيك، يعني without، يعني بدون اعراض. heavy infection يعني عدوى مش خفيفة، تقيلة. ازاي؟ بيبقى بيشتكي من ايه؟ من دياريا، اسهال، من ابدومينال بين، ألسر، يعني قرحة، يشتكي من قرحة، يشتكي من ابدومينال بين، يعني ألم في الابدومين. بعد كده طيب في حالات بتكون رير، يعني نادرة. الحالات النادرة اللي هي ايه؟ احنا اصلا عارفين ان الاج بتاعت الهتروفس وتروفس صغيرة جدا، صح؟ طيب الاج دي مش صغيرة؟ ما ممكن، مش هي الهابيتات بتاعتها في الانتستين؟ ممكن الاج ده عشان صغيرة تقوم متحركة بقى، تروح في الليمفاتيك سيستم، تروح في البرين، تطلع على البرين، على المخ، تطلع في السباينال كورد، تطلع في المايوكارديوم، تعمل جرانيولوما. دي بس في الحالات الايه؟ النادرة قوي، يعني واحد كل 1000 مثلا يحصل الكلام ده، فهي حالة نادرة جدا. لان هي اصلا اللي مساعدها على كده ان هي حجمها صغير. طيب مش انا قلت لك في الاول ان الهتروفس دي ربنا منحها حاجات كتير؟ ربنا منحها اول حاجة ايه؟ 3 سكرز. منحها حاجة كمان، ان هي مع انها صغيرة وزن صغر حجمها، ده مساعدها ان هي تروح لاماكن اكتوبك زي البرين، سباينال كورد، مايوكارديوم، وتعمل جرانيولوما مع انها صغيرة، سبحان الله. البروترو دياجنوزيس،
يعني ايه ليبراتوري دايجنوزيس؟ يعني هنعرف ازاي ان هو عنده تروفس. تروفس ما احنا قلنا ان راح الانسان العيان اللي بيشتكي من الاعراض ده راح لمين؟ للدكتور المختص. فقال له روح عند معمل التحاليل. فمعمل التحاليل هيعرف ازاي؟ هيجيب الاج، هيعرف ان هي السايز بتاعها 30 مايكروم، الشيب اوفال، تشيل ثيك يعني سميكة، وفي اوبركيوم. يعني ايه اوبركيوم؟ اوبركيوم يعني إيه؟ هي اوبركيوليتد يعني عارف الكمثرى بيبقى فيه حته فوق كده او حته تحت، الحته اللي تحت دي اسمها اوبركيوم، يعني حته صغيره كده من تحت كده دي اسمها اوبركيوم، اللي هي التوب او البوتوم ايا ما كان. فدي اوبركيوليتد، لو بصينا في الصوره هنلاقي حته صغيره تحت دي اسمه اوبركيوم. بعد كده الكونتنت بتاع الايج دي ايه؟ ميراسيديان. طيب اوبتيمال كونديشن براكش ووتر، اللي هي ايه؟ اللي هي اللي في بحيرة المنزلة. هي ليه بتروح في بحيرة المنزلة بس مش في باقي البحيرات؟ لان بحيرة المنزلة براكش ووتر، يعني هي عذبة ولا هي مالحة. باست ويث ستول، يعني الاج دي بتروح للستول ما بتروحش للدم او البول مثلا، ما بتروحش هنا خالص، بتروح في الستول بس. فهي دي اللابراتوري ديجنوس. بعد كده اخر سلايد معانا ونكون ختمنا الدرس النهارده، درس بسيط جدا. اخر حاجه معانا هي التريتمنت والبريفنشن. تريتمنت يعني هنعالج المصاب ده ازاي؟ بالبريزي كوانتال. بريزي هي لا نطقين، بريزي كوانتال او بريزي كوانتال اي نطق يعني. فده اسم دواء، هو ده بوصف لمعظم حالات التريماتود تقريبا. ده حاجة. تاني حاجة بريفينشن اند كنترول. انتوا اكيد عرفت البريفينشن اند كنترول لوحدكم، سهلة جدا. يعني ايه بريفينشن اند كنترول؟ يعني احنا نحمي نفسنا من الانفكشن بتاعت الاتروفس. اتروفس دي ازاي؟ احنا قلنا ساعة اللايف سايكل كنت قلت ايه؟ واكدت على الحته دي قوي، قلت في انسان راح تبرز في راس البر مثلا في ميه، يبقى ده ما ينفعش. يبقى اول حاجه سينيتري ديسبوزل اوف هيومن فيسز، يعني الانسان يعمل فيسز بالذات بتكون في الحمام بس مش في الميه. ده حاجه. تاني حاجه كنت قلت لكم برضو، حتى لو الانسان ده عمل، افترضنا ان هو عمل مثلا ما تبعش القواعد وعمل وراحت للفش، احنا نقدر نقاوم الفش دي ازاي؟ ان احنا ما ناكلهاش نية، ما ناكلهاش اندر كوكت، ناكلها مستوية، خاصة البوري والبلطي او الفسيخ مثلا. يعني يبقى دمت هما البريفنشن اند كنترول. اتنين، ان احنا الانسان ما يعملش في فيسس في المية، دي حاجة. تاني حاجة ان احنا الفش ناكلها ما تكونش اندر كوكت. بس كده خلصنا الدرس، ارجو تكونوا استفدتم. كانت معكم نعم زكريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.